تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل من دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل استاذ كريم، اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك، كله تمام الحمد لله يا رب، دايما في احسن صحه واحسن حال. قبل ما نروح مع حضرتك على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه في مصر خلال الايام القليله القادمه، عايز اروح مع حضرتك للي بيحصل في العالم. اعتقد دلوقتي ان كل من هو متشكك في مساله تغير المناخ اظن يبصم على صحتها بالعشره. يعني احنا شايفين دلوقتي ارتفاع مناسيب محيطات، جفاف انهار، حرائق غابات في اوروبا وبعض الدول العربيه، فيضانات في توقيتات غريبه في اماكن غريبه، حاجات كتيره قوي بتحصل. يعني ايه اللي بيحصل اليومين دول يا دكتور محمود؟ هو بالفعل زي ما حضرتك ما ذكرت، دي تغيرات مناخيه ما فيهاش كلام. كل المتشكك بالفعل بيشوف الدولة اللي هو فيها أصلا، في أي دولة في العالم بتتأثر دلوقتي بالتغيرات المناخية طبعا. يعني الحمد لله مصر أقلهم تضررا حتى الآن نظرا لطبيعتها الجغرافية، بس طبعا واضحة بشكل كبير جدا وبشكل جلي التغيرات المناخية في الدول المصادر الكتل الهوائية طبعا، يصدر فيها مصدر الكتلة الهوائية واضح فيها جدا طبعا، ارتفاعات شديدة لدرجات الحرارة، جفاف، ومع الجفاف فيضانات مع سقوط الامطار في المناطق الجافه. بتتسبب الامطار في خاصه في المناطق المرتفعه الى طبعا هطول امطار غزيره، الامطار الغزيره بتؤدي الى اندفاع للميه من مناطق مرتفعه لمناطق منخفضه فتتسبب في فيضانات مباشره. زي ما اتفقنا قبل كده ان التغيرات المناخيه تسببت في ان الظواهر بقت اكثر عنفا من قبل كده. يعني لو قلنا ان كان في ارتفاعات في درجات الحراره، ارتفاعات درجات الحراره بقت اكثر بشكل ملحوظ، تسببت في جفاف، ندره الميه في بعض الدول، وسقوط امطار. احيانا الامطار بقت امطار غزيره في اوقات طبعا تكراريه في اماكن اخرى. وطبعا في قلق كتير وفي مشاكل كتير طبعا في العالم كله بسبب التغيرات. لو وفي دول كمان مجاوره لينا، يعني حصل فيضانات في دول خليجيه كام يوم اللي فاتوا، وحصل حاجات كتير في هذا الاطار الحقيقه. يعني حتى منطقه او صحراء الربع الخالي في جنوب شرق المملكه العربيه السعوديه، وهي صحراء جرداء قاحله تماما ويبقى فيها فيضان، حتى الناس كلها مستغربه على يعني من نوعيه او كواليتي المستجدات الجويه اللي بقينا بنشهدها. بالظبط طبعا، التغير المناخي بدا يسبب جفاف في بعض المناطق اللي كانت ماهوله بالزراعه، وبدات تسقط امطار في اماكن ثانيه خالص بعيد عن هذه الزراعه. بالظبط، ده بيبان طبعا في الدول طبيعه ارضها صحراويه بيبان بشكل كبير، بالاضافه الى الجفاف اللي بقينا نشوفه في دول اوروبا اللي هناك دول اوروبا طبعا. لا وشويه مشاهد غريبه جدا يا دكتور محمود، يعني مثلا كل المشاهد اللي تندرج تحت بند النقل النهري او الملاحه النهريه، بتشوف مراكب نقل واقفه في وسط النهر لان النهر تقريبا جف من حواليها. اسلوب انخفض طبعا بشكل كبير. طبعا طبعا، لا واضح طبعا التغيرات المناخيه واضحه بشكل كبير جدا، وربنا يستر من سرعه وتيره هذا التغير. بالظبط كده، ايه اللي نقدر نعمله عشان نفرمل السرعه دي يا دكتور؟ هو طبعا لازم يعني نوقف شويه حته بقى القعدات والجلسات والمؤتمرات، ونبدا بالفعل في تصرفات عمليه وسريعه يعني، واجراءات رادعه كمان لاي دوله حتى يعني تساهم في يعني استفحال المشكله. وهو ان شاء الله كوب 27 اللي هيبقى في مصر لازم طبعا في المؤتمر ده الاجتماعات بتاع الدول اللي اتفقت على هذا الاجتماع، دول العالم كله يعتبر اجمعت بصمت على التغيرات المناخيه. ماشي، ما هم اجمعوا قبل كده دكتور محمود، بس ما كانتش يعني الاجماع ده ما كانش ملزم. ده انت عندك دول كانت صرحت قبل كده بمنتهى الفخر ان هي ستتوقف تماما عن استخدام الفحم مثلا كوقود، رجعوا مؤخرا وش كده بيقولوا للعالم كله احنا هنرجع مره ثانيه نستخدم الفحم. طبعا، يبقى احنا بندم في مالطا بقى بالشكل ده. دي حضرتك بتبيع عقود، وعقود مع شركات سنوات طويله بانتاجيات ضخمه جدا، فمن الصعب ان القرار يكون بين يوم وليله. لكن لما خلاص بقى الواحد ما بنقول ايه اتقرف، شاف الجو عنده عامل ازاي والتغيرات المناخيه تسببت له في خسائر ماديه وبشريه باهظه، طبعا يبدا طبعا ياخد قرار عكسي، حتى لو في خساره في بعض الشركات التجاريه، الا ان لازم طبعا تتخذ اجراءات سريعه لحمايه البشر وحمايه كوكب الارض من التغيرات المناخيه. طيب خلينا بقى دلوقتي فينا احنا الجو عندنا هيكون عامل ازاي ان شاء الله الايام اللي جايه؟ والله احنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك في البدايه احنا اقل الدول تضررا طبعا الحمد لله، نظرا للطبيعه الجغرافيه بتاعتنا
الى حد كبير. شهر 8 معروف ان ارتفاعات نسب الرطوبه فيه بشكل كبير طبعا، لكن طبعا في برضه ارتفاع درجه الحراره، فطبعا ده بيخلي الجو شديد الحراره بشكل كبير خلال فترات النهار، وبيكون في حراره وارتفاع نسب الرطوبه في فترات الليل. دي سمه شهر اغسطس اللي مستمره معانا حتى نهايه الشهر باذن الله. ان شاء الله مع بدايه شهر 9 تبدا نسبيا درجات الحراره تكون حول المعدلات الطبيعيه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه لحين انتهاء فصل الصيف ان شاء الله. يا مسهل الحال، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود، دايما بنسعد بوجودك معنا ومداخلاتك الجميله معنا في 10 الصبح في الاهلي. شكرا يا فندم.